مبروك يا مدام، انت حامل، ألف مبروك. جود، انت وينش؟ دقيت عليك امس ما تردين، قولي لي الصاير. سالفة طويلة. ايش ورانا؟ امشي داخل وسولفي. تعالي. وي جود تعالي. شنو هذا؟ وين الكمبيوتر يا اوراقي يا اغراضي وينهم؟ مو انا نسيت اقول لك انقلونا مكتب ثاني. لا لا من صدقك؟ بعد هذا اللي صار. وبنفس اليوم حتى مكتبي تغير وكل شيء بيتغير. جود يلا حبيبتي لا نتأخر، يلا تعالي، يلا امشي. سليمان انا بروح السوق بشوف غرفة نوم حق ولدك دام هو عزم ياخذ غرفة جود. اي ما علي وي زين، البيت مليان غرف، شوف لك غرفة ثانية. يبا لا راح اشوف لي غرفة ثانية ولا ثالثة، انا عجبتني غرفة جود وراح اخذها، وبعدين انا ريال بيت لازم يسمعون كلامي. يبا خلاص تي اختك جود الحين تفاهم وياها، ما راح تقول لك لا. شوف لا تقول لي تفاهم ما تفاهم، انا ما راح اتفاهم مع احد، فهمت ولا فهمك؟ ليليس انت شلون تكلمني كذي انت؟ ما تهاجين ريلك يمه، يقول لي الهيس ترى انا العاد شبدي راح عندكم اسافر. انت ايش سالفتك؟ ليش كذي تتعامل مع الولد؟ انت بس تبي تنحشم وعارف شلون؟ يا بنت الحلال الحين بدل ما انت تقول لي لا احترم ابوك تقوين عليه وتشجعينه. الحين ولده صار ريال لا يحب اللف ولا الدوران. بعدين سليمان اسمع، انت اللي جبتنا وانت اللي تتحمل. انت بعظمه لسانك قايل له روح اختار الغرفه اللي تبيها، وهذا هو اختار الغرفه اللي يبيها. اي عاد مو بسرعه هذه، هدوا شوي. مو كافي الصدمة الأولية أول ما يو شافوكم؟ ما بغوا يطخون مساكين. لا والله الحين أنت من صدقك خايف على مشاعر بناتك مو خايف على مشاعر أنا وولدك؟ صدق ما عندك سالفة؟ يلا يما امشي امشي. يا من شرالة من حلالة علمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا انتقلنا عندكم المكتب، انا زميلتكم امل وصديقتي جود. عندنا علي. حياكم الله. كل واحد يقعد على مكتبها وتشوف الملفات اللي تخصها. جود ايش فيك؟ يلا روحي مكتبك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشرك البنات اليوم أحسن من أمس بوايد، اللهم لك الحمد والشكر. زين الحمد لله رب العالمين. أنا قلت لك من أول عمي، بعدين ترى أنا تكلمت مع جود، أنت تعرف جود عاجل. بعطيك أوراق زين، أبيك تسجله بالجامعة إن شاء الله. تامر أمر عمي. خلاص دام إنك كذي عاد تغدى ويانا اليوم تفهم وياه تشوف وين يبي يسجل. والله إني مرتاح. عمي قايل لك أنا من أول، أصبر عليهم شوي بيتعودون وبيصير الموضوع عادي. يلا زين عمي أنا أروح الدوام، وعقب الدوام إن شاء الله أرد البيت هني وأشوف موضوع زين. اسمع ترى أنا عندي مكتب عقار وعندي شوية عمارات، بس البنات ما يعرفون إيش كثر عندي. زين عمي خير وبركة، العقار زين وماشي سوقه هالأيام وأرباحه مضمونة بعد. عاد بسجل حق كل واحدة عمارة، وزين وأمه بعد بسجل لهم. ما تدري باكر راح يصير شو ما راح يصير. ليش عاد تأنيب الضمير عمي؟ الحمد لله هذه الأمور كلها عدت على خير.
عمي سلامات، فيك شيء؟ والله مشعل الصداع يجيني مره واحده ما يبي يفج. ما اعرف احيانا حتى انسى، ما تذكر شيء، ما اعرف انا منو، بس كله نايم. زين تبيني اوديك المستشفى شيء؟ لا لا لا، روح عند دوامك وانا محبوب عندي. أنا أعرف جود عدل، ما تسأل مني والطريج، فتحت شيء قبل لا يصير شيء ما يعجبك. يبا جود تحب مشعل وحط عينها عليه، فهمتي؟ خلصتي؟ عيل هذا الحب اللي قالت لي عنه جود، أنا ليش ما فكرت فيه؟ مشعل خوش ريال حلو، وأساساً هو مهتم بجود ولا يدري عنها. طق الجرس، ما عندش حصة؟ دنيا ويعة بلا عندي الحين بقوم. إذا ما تروحين قطيعة. والله إن مخي بينشل من التفكير، ما أدري شنو أسوي. تدرين لو طلع هالحكي صج المفروض تحطين أبوك على راسك. هذا بيت، تدرين شنو يعني بيت؟ كان زين عندي بيت باسمي. يقول إنه مسجل نص الحلال باسمي. والله اندروا خواتي، يقلب البيت على راسي وما راح يسكتون. سكتوا ولا ما سكتوا؟ بالطقاق اللي طقهم. خير إيش عندك؟ أنا بالدوام ما أقدر أطلع. روح انت وشوف السالفه شنو. مو انت ابوه؟ قلت لك ما اقدر اطلع. يلا امبي، هذه ياها تليفون واحد وتسوي كذي على ياها تليفون ثاني تبلعنا. واي هالبطه شكلها نسره ما راح نتفق معاها. قولي ايش رايك اصق حل جاب هذه؟ سكتي معقوله لا تسمعنا؟ تكفون والله تكفخ انا وياك. هم قولي لي الحين سالفتي ايش اسوي فيها؟ محتاره انا. تدرين شلون؟ خليني افكر. يلا بسرعه فكري لا يجيها تليفون ثاني وتبلعنا بعدين. يمه يا عمي شنو هالمبلغ اللي قاعد تكلموني عنه هذا؟ لا انا يعني مسج مكتوب فيه عزيزنا العميل يرجى دفع مبلغ وقدره. انتوا خليتوا فيها عميلنا العزيز؟ لا عزيز ولا بطيخ. زين ماشي مشكور ما قصرت. اشكر باق عيني عينك. والله ما خليهم، والله ما خليهم. والله حبيبتي عافيها، فكرتي لي في حل الموضوع اللي كلمتك عنه. انا بصراحه قاعده على مكتبي بس ماني قادره اركز. تبين الصج ما فكرت، بس انا راح اطلعك من هالمود. امشي معي. وين؟ امشي يلا. فكري كيف جبتي.
بعدين وين راحوا؟ اقول لك وين راحوا؟ انا ايش عرفني وين راحوا؟ اهدي اهدي، انت بتزعقي لي. وبعدين على فكره اقول لك على حاجه، انا مش مرتاحه لهم صراحه. تبين الصج؟ هم للحين ما بين خيرهم وشرهم، بس انا حاطهم تحت الاختبار. اذا شفت شيء فيهم ما عجبني بشلعهم. تشلعيهم؟ اي انا عارفه انت قويه وتعمليها. اقول لك على حاجه، هم مش عاجبينك من دلوقتي، فاشلعيهم بقى يلا وخلصينا. بس وين راحوا؟ انا مالي وين راحوا؟ روحوا عادي، عودي عودي يلا عودي، شوفي شغلك يلا. شغلي؟ شوف شغلي. بس وين راحوا؟ واي 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 يا كبرت، واي يا بلعبني يا بلع يا بلعبني. ايش قاعد تسوون؟ ايش فيكم؟ صاير؟ تبي تعرف ايش صاير؟ ايش فيكم؟ ايش فيكم؟ شوف انا بهالبيت كل واحد فيهم لازم يعرف باخذ حقي يعني باخذه. اهدي طب اهدي اهدي سلوى شوي، فهميني ايش اللي صاير بالضبط؟ انا بقول لك، ابوي كاتب نص هلاله باسم المسعيده العانس 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 اسمعني سليمان، أبي أقول لك موضوع، وهالموضوع بيتم بيني وبينك، ما بي حد يعرف. عارف اللي بتقولي لي. ألو، هلا يمه، هلا زين. هاي يمه، هاي يا قلبي، وينك؟ طالع مع أبوك، خير في شيء؟ يمه طافش من ساعة سويت، خليت هالعوانس تراقعون مع بعض، مت عليهم من الضحك، ولا صورت كان فيديو بعد. وي من صدقك؟ اي والله يما من صدقك. فيك سمعي ابيك تاخرين شوي لان شكلها بتصير مره ثانيه. بعد الاسعاف مالهم وصل حتى ما صارت سالفه هي. ما ادري ايش اسمه مشعل ايش حضرته. انزين اسمعني، تم بدارك لا تطلع من الدار ليه ما اوصل. زين يما؟ ان شاء الله يما ان شاء الله. يلا يما باي. ماش في زين؟ ما في شيء. قلت له خليك بدارك، ما بيقعد مع خواته عشان لا يتهاوشون وتصير سوالف. خلنا موضوعنا. أقول سليمان، إيش رأيك تأجر بيت حق بناتك؟ ولا أقول لك أجر لهم شقة وخلي محبوب معاهم، وبكذي تخلص من المشاكل والحنة والرنة. وانت كذي كذي قلت له بتسجل البيت باسمي، ولا أنت نسيت؟ يعني تبيني أسكن بناتي برا البيت؟ هيتهم بنات بروحهم؟ لا يبا لا، ما سويتها ولا سويها. أنا بناتي أخاف عليهم من نسبة الهواء، يروحون يسكنون بروحهم. أما سالفة البيت فتأمرين يا يبا، أنا قلت صبري شوي، من عيني هذه لعيني هذه، إيش اللي تبيني؟ ها بينت السالفة الحين، يعني أنت تخاف على بناتك ما تخاف علي أنا وولدي. اسمع سليمان، ترى بناتك ما ينفعونك، هذا أنا أقول لك، باكر بناتك يتزوجون، ما حد دايم لك غير انا ولدك. بعدين اسمع اقول لك، هذا انا صابره وساكته، ان ما ياز الوضع باخذ ولدي وارد. جبتي الحلال ايش فيك انت؟ ما صار لك اسبوع قاعده هني، وكل يوم حنا وحنا وحنا. ركدي يا يبا شوي، صبري بالهداوه. بصبر شوي وبشوف تاليها. تعرفين انا، تعرفين ان انا احبك. اصلا انت عيار، انت تحب بناتك اكثر، باين بعيونك. أحب بناتي أكثر؟ أنا لو ما أحبك أنتِ كان ما صرفت على هالش طول هالسنين هذه كلها علشان حبي لك أنتِ. أشوف بدينا بالمعاير، أنا ما جبرتك تصرف على أهلي. بعدين لا تنسى حفيت عشان تتزوجني، ولا نسيت؟ صادق صادق، لأني أحبك، أحبك أنا. Thank you.
يما حسبي الله عليك من بنت. تفضل مشعل. مشكوره ما قصرتي. العفو ما سويت شيء تعبناك ويانا. ايش دعوه خواتي انتم ترى؟ دفي بي ماي. نعم؟ انا اجيب لك ماي؟ ليش ان شاء الله كاهو المطبخ قومي انت جيبي حق روحك. هذه اللي بكافي لها. لا 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 ما بي ماي. ما بي ماي، شربي ماي، استريحي. استريحي. قطيعه. دق على ابوكم شوفوا وينه. ابي اعرف وين حلالي فلوسي وين؟ سلوى وتالي وياك انتي اهدي شوي ذبحتينا ترى الحين يا عمي وتفهمي منا كل شيء ترى ان دش وسمعتش تقولين حكي بيطردك برا البيت يطردني برا البيت؟ والله هدم البيت فوق راسه وراس بناته العنس يلا عاد بس صكي حدش ما صختيها شنو انتي ما حد تارس عينك انتي؟ خواتك احنا خواتك خوايمكم حتى خوايمكم خواتي وتبوقوني؟ انتي عيب عليك من اللي بايقك؟ عيب عيب احنا خواتك نبوقك شل حكي قعدي لا اصكت الطراق الحين جود 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 شيك عيب قاعد اقول لها عيب يعني الريال موجود نحكر نفسنا نتادب بالحديث ننتظر ابوي لما يجي ويقول لنا السالفه كلها عيب صدقونكم فيلم شنكم مدرسه وهذا ناظركم احاكيك عطم عطم استدعاء ولي امر استحي ويك عاد تحاكي منو انت؟ احاكي منو يعني احاكي نفسي؟ بعدين عيب ترى انت ريال عود عسى ما صارت مشكله جيت مثل اسعاف وي وي بسرعه ايش فيك؟ عيب وبعدين خلصني حاط عينك على اي جيكر من هالجياكر هذيلا من انت يبقى امك انت يا جماعه بس ادفنها هذه ادفنها ايش اسوي فيك؟ يا جماعه ياهل هذا ياهل ايش فيكم؟ هذا ياهل؟ هل اللي تقول عنه ياهل هو اللي قال لي ان ابوي مسجل نص الحيال باسمي تدري ولا لا؟ شنو شنو شنو؟ حتى انا قايل لي نفس الحكي والله مش حتى انا قايل لي حتى انا ابوي قال لي ان هو سجل نص الحلال باسمي انا يا حبيبتي وعد نروح البيت تريحين وتبدلين اوديك السوق واشتري لك اللي تبين ما ابي شيء ابيك تطلق امي ما بيها تعيش ويانا سعد يبا انت من زمان هني؟ ايوه من زمان تعال أنا بفهم أبوي وين راح؟ وين خذته هالنسرة؟ سلوى ايش فيك أنت عاد اهدي خلاص الحين يا عمي وتفهمين كل شيء؟ ايش فضيت لك أنا؟ وراي ريل وبيت وعيال عبالك ما عندي شغل نفس ذيل؟ زين روح حق بيتك وعيالك، ليش قاعدة ليش ناطرة؟ ايش ناطرة روحي؟ إي هذا اللي تبيه شوف 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 بنت الدلال تبين تلعبين بالحلال إي شفت شو أخذت هالعودة أنا ما يخالف ما يخالف لا تحرشين فيني مسوين بريئة شوف أختك ما تستحي لا خلصتوا هوشتكم على خير نادوني لأن أنا وحدة يعانى تحكت لنفهية بالله قولي لي من نفسي ياكل بهالظروف اللي احنا فيها احنا تعاوش هذه تبي تبلع سلوى 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 ما خري زين يبا
يبا صدق هالحكي اللي انا سمعته والله ما احلل لك يبا، ترى انت ريال عود والعمر مو مضمون، عطني حلالي وكيفهم عاد. شو السالفه؟ ايش صاير؟ تعال عمي عمي تعال تعال استريح، انا فاهمك، تعال تعال استريح. مالت تعالي بقى تعالي استريحي استريحي. استغفر الله العلي العظيم، شرفت شجرة الدر. ما تفهموني ايش صاير؟ بابا يجي ميمونة، مالي خلقهم أنا حين يردوا لي تهاوشون. انتو من قال لكم هالسالفة؟ زين يبا، هو اللي قضب كل وحدة فينا على صوب وقال إن أبوكم سجل حلال باسمك. حدك عاد فهمتي؟ بديته ومن الحين شغل العوانس على ولدي. سمعت بناتك شو يقولون عن ولدي؟ حبيبتي اذا انت ما تصدقينه نادي ولدك ويبي هني يسأليه قدامنا. لا اسئله ولا يسالني، انا ولدي واثقه فيه، لا تقعدون تسوون هالسوالف من الحين. انا ولدي متربي عدل، اثق فيه اكثر ما اثق بنفسي. ايه بديته وانتم سوالف العوانس من الحين، انا عرفتكم انتم ما عندكم سالفه، تبون من الحين ترتكبون على ولدي. سمعوا، اللي عاجبها عاجبها واللي ما عاجبها طق راسها بالطوفه، سمعتوا ولا لا؟ خوش والله اسمع سليمان، اقول حق بناتك ما لهم خص بولدي. والله كان كل همني أثير إعجاب مشعل، كنت ببين له إن أنا تغيرت، أبي مشعل يحس إن أنا بديت فعلاً أتغير علشانه. هات ما أدري كان حاسب هالشي ولا لأ. يبا لو سمحت يبا حبيبي الله يخليك، أبيك ترجع قوي مثل ما كنت، مثل ما كنت تحكمنا أنا وخواتي كلنا، أبيك بعد تحكم مرتك وولدها لو سمحت. حدك عاد، أنا في بيت أبوي ما حد حكمني. سمعوا عاد، اللي عاجبها تعيش في هالبيت تعيش، واللي مو عاجبها تروح تاخذ بيت برا، ولا تحط لسانها بلهاتها وتتجعم. يا عمي أنا خل أروح أرد بيتنا وايد أحسن، بس ما راح أدكم وراكم وراكم أنا. سمعيني، سمعوني كلكم، ترى مو أنا اللي آكل حقكم، وصار نصيب وجسمت الورث إن شاء الله كل بياخذ نصيبه. أقول يبا ترى الحكي ببلاش، نبي فعل. إذا قررت أنت أول واحدة بيوصلك حقك. يلا يبا اكلوا عشان تروحون تنامون تحلون واجباتكم بعدين. يبا انا ما اخذت ابرة السكر. مو مشكلة بعدين اعطيك اياها. فجر يبا اكلي. شبعت. يبا هلا. اديت امي قول لها ما ابي اشوفها. الثانية ناقصية طيعتك طعش، تخليني افصل عليك. فيكم انت شفيش شفيش ماخذ الدنيا كلها بصراخ. خلاص عاد لا تقفلين اهدي. ابيك الموضوع سبين سبين.
جود تحب مشعل. إيه تحب مشعل، وهو مو ملقيها وي ولا يدري عنها ودارها. عاد سوت؟ تعال شوفني حبيبي، أنا أعرف أتكلم، لسانها هالطول، أصراخ وتسولف، يعني أنا اللي موجودة هني، تعال طالعني موجودة. جود ومشعل؟ تخيلي؟ تسويها هالعانس، أنا أقول لك كل ما صارت مصيبة نطلنا كنا إسعاف. لا عاد، يعني مشعل خوش عيال، فيه الخير. مالت حتى مالت، عليك وعليه فوقكم جود بعد. والله شال عائلة هذيل مو طبيعيين انتوا، لازم أعيش عندكم عشان أربيكم من يد وديد. فهذه محبوب؟ محبوب؟ ايش في جوج صاير؟ لا ماكو شيء، سكيت الباب على ايديني. ايش سويتي بروحك انت؟ الله هداك. يلا زين انا بروح. ليش تغدى ويانا؟ لا نعم الله عليكم، بس لا اوصيك على عمي زين؟ ان شاء الله. يعني شلون بتاكلون وانتم توكم متهاوشين؟ انا هذه ما فهمت. عادي انا وسلوى نتكافخ ونشعر بعض ونتكافخ في كل شيء، بس عادي نتصافحنا خوات متعودين. الله لا يغير عليكم، قولي يا امي. الله يسلمك. يلا في امان. لا تغدى ويانا يمكن، ها؟ لا ما يخالف، مره ثانيه ان شاء الله، اوعدك مره ثانيه. ان شاء الله. تبين اوديك مستشفى شيء؟ لا ما يحتاج. يلا مع السلامه. سلام.